أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم الطراس أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الدفاعية. جاء ذلك خلال المباحثات المشتركة مع جوزيف فرانك الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة لوكهايد مارتن الأمريكية العالمية بفرع المملكة العربية السعودية وأفريقيا. وخلال المباحثات أوضح الطراس أنه تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن بحث تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة في صناعات الدفاع المتطورة. من جانبه أشاد رانك بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي ووفقا لنظم الجودة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.